وبهذه المناسبة يسرنا يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد رامي صالح وريكات العدوان سفير المملكة الأردنية لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي. نرحب فيك سعادة السفير في نشرة الأخبار. وبداية، كيف تصف مناسبة يوم الاستقلال 78 للمملكة الأردنية؟ بداية أشكر التلفزيون البحريني على الاستضافة، ونشكر أهل البحرين على تهانيهم الطيبة الصادقة والنابعة من القلب. سيدي العزيز، تشكل ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية مناسبة عزيزة على قلب كل نشامى ونشميات الوطن، حيث تملأ نفوسهم مشاعر الكبرياء والاعتزاز والفخر، وهم يستعرضون ما سطره الآباء والأجداد من منجزات في مسيرة الأردن الخالدة. وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة، أتقدم باسم آيات التهاني والتبريك باسمي وباسم أبناء الجالية الأردنية في مملكة البحرين العزيزة إلى سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والشعب الأردني الأغر العزيز بذكرى استقلال الوطن الغالي. ونفخر جميعا في هذا اليوم المبارك بالإنجازات النوعية الكبيرة التي تحققت للأردن منذ الاستقلال، والتي كانت ثمار نضال وجهد وعزم لا يلين للقيادة الهاشمية الفذة وإيمان الأردنيين والأردنيات الراسخ المستمد من روح الثورة العربية الكبرى. كما نستذكر بهذه المناسبة أخي العزيز محقق الاستقلال وواضع أولى لبنات الأردن الحديث المغفور له بإذن الله الشهيد الملك المؤسس عبد الله بن حسين. فبقي الأردن يقف إلى جانب أمته العربية والإسلامية في مختلف قضاياها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث قدم الغالي والنفيس ولا يزال من أجل صون الحقوق العربية عبر الوصايا والرعاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والدفاع عن الحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها. نعم سعادة السفير، يربط البلدين الشقيقين مملكة البحرين والمملكة الأردنية وشائج عميقة وعلاقات راسخة، كيف تعلق على ذلك؟ سيد العزيز، حب الله المملكتين الشقيقتين بقيادة تؤمن بأهمية امتدادها وعمقها العربي، ويفخر الأردنيون والبحرينيون دائما بعمق العلاقات الثابتة والتاريخية المميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين الشقيقة، حيث تعتبر هذه العلاقات نموذجا للعلاقات الثنائية التي تتميز على مدى التاريخ بأنها علاقات أخوية وقيدة تستمد قوتها كما أفضلتم من جهود سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني الحسين وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، وتزداد عمقا وتطورا أيضا بحرص جلالتيهما على بذل كل ما من شأنه الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي والسعي المستمر والدؤوب لترجمة العلاقات السياسية المميزة إلى إنجازات هامة على أرض الواقع وعلى كافة الصعد يجني ثمارها أبناء الشعبين إن شاء الله. سعادة السيد رامي صالح وريكات العدوان سفير المملكة الأردنية لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي، شكرا جزيلا لك.